عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم على خير. بغيت قبل ما نطرقوا لموضوعنا اليوم، الا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ديالي وتشوفوا الفيديوهات ديالي، يا ريت تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد وتكونوا نتوما الاولين تشاهدوا فيديوهاتي. الا عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشجعوني وخليوا لي تعليق اسفل الفيديو او اي استفسار او اقتراح. بسم الله على بركة الله. ومحنا في ضيافة الجمال الصحراوي والوصفات الطبيعية الصحراوية الناجحة. اليوم عندنا وصفة صراحة اللي كتعطي الإشراقة والبياض كيف ما كنعرفوا اخواتنا الصحراويات، كيعطيو أهمية من أهمية البشرة أو والجمال ليكونوا مميزات بالبياض. أنا اكتشفت هاد الوصفة هادي، اكتشفتها في هاد أواخر السنة هادي، استعملتها وصدقوني كتعطي نتائج اللي هي زوينه. واستعملوها مره حتى لجوج مرات في الاسبوع. والمكون الاساسي في هذه الوصفه هي النيله الزرقاء. كيف ما كتشوفوا البنات، هذه هي النيله الزرقاء اللي كتبان لكم، النيله اللي هي هذه اللي اليوم وريتها لكم. الاغلبيه البنات اللي ما عرفوهاش هي هذه النيله، خاصها تكون زرقاء ما تكونش فيها الموف، تكون زرقاء كيف ما شفتوا. انا غير كنحطها على يديا كتعطيني الزرقيه في يدي. هذا هو المكون الاساسي في هذه الوصفه، هذه هي النيله. والنيله هي عباره على حجره اللي كتطحن في الاله الكهربائيه، وانا كنفضل انني كنطحنها بالموس بهذه الطريقة هذه. كانت حنا غير بحال هكا باش كتبقى ليا دائما محافظة على المفعول ديالها. كانت حنا غير بحال هكا بالموس، حتى كنحصل على داك الكمية اللي أنا بغيتها. هنا كيف هكا نزيد مازال شي شويه باش نحصل على، انا بغيت في هذه الوصفه هذه غير الراس ديال المعلقه، الراس ديال المعلقه اللي هذا الشيء كافي يا البنات. الراس ديال المعلقه درت، شفتوها؟ درت الراس ديال المعلقه ديال النيله الزرقاء. دابا غادي ندير راس معلقه ديال حليب بودره. الحليب بودره البنات، وغادي نحتاجو العرق الطبيعي. غنديرو معلقه كبيره من الياغورت الطبيعي. معلقه كبيره او لزوج معالق صغار. نحرك مزيان. هاد الوصفة كنستعملوها في الحال، ما نديروهاش في الثلاجة نقولو نديرو كمية كثيرة ونديروها في الثلاجة، لا، من الأحسن أننا نديرو غير الكمية اللي غادي نديرو ديك الساعة. داكشي علاش أنا درت لكم كمية بسيطة منها اللي غادي تكفيني غير الوجه ديالي، حتى نتوما ديرو نفس الكمية. إلا كنتو غير شخص واحد غادي يديرها، ديرو نفس الكمية اللي درت أنايا، 4 معالق ديال النيله الصحراويه الزرقاء، وغديروا 4 معالق ديال نيدو او حليب بودره،
وغادي ديروا جوج معالق صغار او لا معلقه كبيره من الياغورت الطبيعي او الزبادي. نديرو غير الكميه اللي حنايا محتاجين ليها. الا كنتو فيكم حساسيه في الوجه وتخوفتوا من شي مكون في اي وصفه بغيتوا ديروها، غادي ديروا نقطه او زوج نقاط من زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو الا كنتو فيكم حساسيه بزاف الوجه ديالكم وخفتوا من تخوفتوا من شي اضرار في اي مكون سواء في اي وصفه، ديروا زيت اللوز الحلو نقطه او جوج نقاط من زيت اللوز الحلو. مفيد للبشره وانتي اليرجي. زيت الحلو، زيت اللوز الحلو اونتي اليرجي، وكيعطي يعني الزيت اللي كتساعدنا اننا ما نصابوش بحساسيه في اي وصفه الا قدر الله وتخوفنا من اي مكون. اذا هذه الوصفه كنستعملوها على الوجه ديالنا وحتى الرقبه، كنخليوها لمده ديال 15 دقيقه حتى 20 دقيقه بحال اي ماسك طبيعي. بالنسبه للبنات اللي كيتخوفوا من وصفات وما كيبغوش يديروا وصفات للوجه ديالهم، كيقول لك حنا عندنا حساسيه في الوجه كنخاف انني ندير شي ماسك يدير لي شي حاجه في وجهي ولا شي حاجه، كيف ما اي بنت تقدر تخوف من مكونات، كننصحك ديري زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو ديري نقطه ولا جوج نقاط بركه كافيين، يكون زيت لوز حلو حر، وتخلطيهم مع المكونات ديالك وما تخافي من حتى شي حاجه ان شاء الله. بالنسبه للوصفه ديالنا اليوم راه باينه البنات فيها المكون الاساسي اللي هي النيله الزرقاء. كيف ما شفتوا انا كناخذها حجر، كناخذها حجيرات، ها نتوما حجيرات وكنحكها. كيخصها تكون البنات زرقاء، ما تكونش فيها الموف، تكون زرقاء كيف ما شفتوا. احتاجيت 4 معلقه من النيله الزرقاء، واحتاجيت 4 معلقه من النيدو اولا الحليب بودره، واحتاجيت جوج معالق صغار ولا معلقه كبيره من الياغورت الطبيعي. واذا كانت حساسيه في اي بشره ديال السيدات يديروا نقطه اولا جوج نقاط ديال زيت اللوز الحلو. بالنسبه فين غادي نلقاو النيله الزرقاء وبشحال غنشريوها ومنين غنشريوها، واش موثوق بها البنات؟ انا قلت لكم الا بغيتو تشريو النيله الزرقاء، انا خديت هاد جوج حجيرات خديتهم ب 20 درهم. هي كتبدا ابتداء من 10 ديال الدراهم، كتبدا ابتداء من 10 ديال الدراهم عند العطار الكبار، ماشي اي عطار، تاخذو من عند العطار الكبار اللي كيكونوا كيبيعوا ويشريوا دائما، ماشي كيبيعوا شحال شحال كتلقى عندهم شي شي ديال الكريان، كيكون عندهم جميع المواد ديالهم باردين. تمشيو عند العطار اللي كيكون معروف وكيكون تبارك الله كيبيع وهذا وموثوق فيه. انا خديت هاد بالنسبه للبنات اللي كيسكنوا في الرباط، انا خديت هاد النيله الزرقاء خديتها من المدينه من السويقه ديال الرباط، السويقه ديال الرباط في المدينه، خديت 20 درهم اللي غتكفيني المده ديال عام كامل. وكيف شفتوا معايا كنحكها غير بالموز، ما كنطحناش في الطحانه في الاله الكهربائيه، كنحك غير المقدار اللي بغيت انايا اللي غادي يكفيني في الوصفه ديالتي، ما كنديرش بزاف ونحكها ونخليها تقدر تبرد لي، كنديرها وهي حجره انا كنحكها بالموز. هذا الشيء اللي كاين، خديت قلت لكم 20 درهم من عند عطار موثوق فيه، قلت لكم من السويقه ديال الرباط. البنات اللي ساكنين في الرباط وما عارفوش يعاودي يدوي معايا في الخاص ونشرح لهم منين كناخذها. وبالنسبه للثمن ديالها قلت ابتداء من 10 دراهم كتبدا النيله الصحراويه، 10 دراهم كتبدا ابتداء من 10 دراهم. وبالنسبه انها تكون موثوق فيها هي اللون ديالها، اللون ديالها اللي كيبين لك على انها فري نيله صحراويه او لا. انا كلها زرقاء كتعطي بالزروقيه، ما فيهاش الموف، الحجره اللي كتكون ماشي هي كتكون غير مغشوشه،
كتكون كتعطي لون موف ماشي زرقاء كاع، ما فيهاش الزروقيه، كتكون كلها موف. هذا الشيء اللي كاين البنات. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديالنا اليوم اللي مهمه للبياض البشره، كتبيض لينا الوجه ديالنا، كتحيد البطور في الوجه، كتحيد اثار الشمس، كتحيد البقع الداكنه في الوجه، كتحيد اي حاجه عندنا في وجهنا بحال الكلف، كتحيد لينا هادشي كامل. وبالنسبه خصنا ضروري اننا نتبعوا هاد الوصفه ديالنا، ماشي نديروها مره في الشهر ونخليو نقولوا ما عطاتنا حتى شي نتيجه، لا بالعكس، خصنا نتبعوها نديروها جوج المرات ولا حتى مره اولا جوج مرات في الاسبوع، كيف ما سبق لي وقلت لكم مره اولا جوج مرات في الاسبوع. هادشي اللي كاين البنات ان شاء الله، واللي ما عرفات شي حاجه وما فهمات شي حاجه تجي عندي للخاص ونهضروا وتقول لي شنو ما فهماتش ونزيد نفهمكم البنات. تهلاو لي فراسكم، الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ضغطوا على زر المتابعه وزر الجرس وديروا لي تعليق الله يعطيكم الستر، وخليوا لي لي جيم ديالكم ولي كومونتير ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى في شي افاده اخرى ان شاء الله. بالسلامه عليكم البنات.